موضوع ندوة اليوم المتعلقة بتطور الترسانة القانونية ودورها في مواكبة السياسات العمومية الحماية الاجتماعية نموذجا. من خلال هذه الندوة أبرزنا الدور الذي قامت به الأمانة العامة للحكومة في مواكبة هذا الورش الملكي الهام، إذ قامت بإعداد عدد ترسانة مهمة من النصوص التشريعية والتنظيمية بلغت 10 قوانين وأزيد من 52 مرسوم تنظيمي، من بينها 32 مرسوم تتعلق بالأجراء والمهنيين المستقلين. ولقد لعبت الأمانة العامة للحكومة دورا مهما في هذه المواكبة، وذلك يتجلى من خلال نشر العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية بالجريدة الرسمية. فمثلا إذا أخذنا المحور المتعلق بتعميم التغطية الصحية، فلقد نشر بالجريدة الرسمية القانون المتمم والمغير للقانون 6500 الذي مكن من نقل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبة الاشتراك. ونشر كذلك في نفس العدد من الجريدة الرسمية جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا النظام. وإذا أخذنا المحور الثاني المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فقد نشرت الترسانة القانونية الكاملة المتعلقة بهذا النظام، سواء تعلق الأمر بالنصوص التشريعية أو النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية في نفس العدد، لنكون في مستوى التطلعات والآجال المسطرة في القانون الإطار رقم 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية. المحور الثالث المتعلق بتعميم نظام التقاعد على المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأجراء والأشخاص المستقلين الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد تم تغيير القانون المؤطر لهذا النظام، ألا وهو القانون رقم 99/15، من خلال تبسيط الولوجي لهذا النظام وذلك لتوسيع هذا النظام على أكبر شريحة ممكنة من هؤلاء المهنيين. ولقد حدد أجل سنة 2025 لتعميم هذا النظام. والشق الرابع والأخير المتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وهو توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل ليشمل جميع الأجراء الذين يزاولون نشاطا ولا يستفيدون من هذه التغطية. سعيد بتواجدي معكم في هذا اليوم في هذا الفضاء المخصص أو في هذا الرواق المخصص للأمانة العامة للحكومة على هامش فعاليات المعرض الدولي الدورة 29 للمعرض الدولي لنشر الكتاب. الموضوع الذي اخترته الأمانة العامة للحكومة هذه السنة أو المحور العرضاني يتعلق بتطور الترسانة القانونية المغربية ودورها في دعم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي. بطبيعة الحال اليوم غادي ناخذ كان النموذج اللي هو موضوع الحماية الاجتماعية، واللي غيتناولو الأستاذ سعد محمدي اللي هو أيضا مستشار قانون لإدارة الأمن العام للحكومة. بطبيعة الحال الموضوع يكتسي أهمية كبرى ويكتسي رهينية قصوى بنظر لواحد المجموعة من المنطلقات. فهناك السياق الدولي، فكلنا نعلم على أن المجتمع الدولي أو السياق الدولي بشكل عام أصبح الآن تطور ديال الدولة الاجتماعية كيعرف واحد التطور كبير، واحد التطور مهم،
خصوصا بعد أن أصبحت الدولة متدخلة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وطبيعة الحال هذا الاختيار اللي كيشكل واحد الأهمية خصوصا بالنسبة للمغرب، وذلك بطبيعة الحال تماشيا مع التوجهات الملكية في هذا الموضوع، انطلاقا من مجموعة من الخطب الملكية السامية، واللي كان آخرها الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، واللي أكد فيه جلالته على أربعة ديال المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث تحدث جلالته عن تعميم التغطية الصحية، عن توسيع الانخراط في نظام التقاعد، عن تعميم التعويضات العائلية، وأخيرا كمكون رابع وأساسي اللي هو توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. بطبيعة الحال هذه المكونات الأربع عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من النصوص القانونية ومجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية خلال الأونة الأخيرة، واللي بلا شك أنكم تبعتوا اللقاء الأخير أو التصريح ديال رئيس الحكومة أمام البرلمان عند تقديمه لحصيلة نصف ولاية الحكومة، واللي كان الموضوع ديال الحماية الاجتماعية كيشغل واحد الحيز كبير جدا خلال مداخلته، واستعرض مجموعة من الإحصائيات ومجموعة من كذلك من عدد المستفيدين، ميزانية المرصودة لهذا الموضوع إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال الأمل العام الحكومة كان لها واحد دور كبير خلال أو من خلال تنزيل المجموعة النصوص القانونية اللي كتتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية، بدءا من القانون الإطار رقم 0921 متعلق بالحماية الاجتماعية، مرورا بمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض، ووصولا بطبيعة الحال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر اللي بطبيعة الحال كيهم واحد الشريحة واسعة من المجتمع المغربي.